بالنسبه للبقر شويه كليان دابا يلاه كيبدا كيتحرك يلاه كيستعد باش كيشري على اساس بان باقي الوقت. وعندك ليا الحمد لله اللي كيجي ديما للمحل ديريكت مقصد المحل كيخدم على طول السنه كنبيعوا فيه البقر مع الكليان ديالنا تقريبا كيتراوح ما بين 7000 درهم حتى 15000 درهم. المليح كاين ضروري من الجوده حيت عندك كليان ما خاصهاش تفرطوا فيهم، خاصو اللي عايد عندنا العام العام الجاي يجيب صحابو سوا معاه.